الحاجة الفعالية جدا دكتور الأستاذ الدكتور أحمد عوض ده شغال فيه السنة، الأستاذ الدكتور إدريس موسوي. طبعا عدد الأطباء الناسين زاد في العالم العربي، ولكن الملاحظة إن كلهم سيدات. ففي مصر أصبحت النسبة 70% 30% سيدات يعملن في مجال الطب النفسي ورجال. أنا معرفش إيه الدول العربية إيه، بس أنا بحذر إخواتنا الرجال إن إحنا سننقرض في خلال 10 سنين القادمة. وسيظل الوحيد الموجود هو الأستاذ الدكتور أحمد عوض ده. والآن بالأصابع النفسي كأمين عام للجمعية المصرية للطب النفسي وأعضاء مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس، نستأذنكم في ربع ساعة هنكرم بعض ضيوفنا الأعزاء الأجلاء الكرماء الشرفاء وبعض رموز الطب النفسي في العالم العربي. فأستأذن حضرتك نبتدي بتكريم الأستاذ الدكتور ناصر الشريقي ونقدم له درع الجمعية المصرية للطب النفسي. الحقيقة بنشكركم جدا على حضوركم وأدعوكم للاستمتاع.
يعني اتخيل كده حفلات ام كلثوم زمان لما كان الواحد يروح كان يستمتع ونستمع لاستاذنا الدكتور احمد عكاشه في المحاضرات الافتتاحيه وشكرا جزيلا. أنا متأخر نص ساعة المحاضرة بتاعتي.